ما شاء الله لا قوة إلا بالله الحمد لله في مساء هذا اليوم المبارك من صف الربيع الثاني 1443 زرنا مطبخ الطيبات الذي زرنا مخبز الطيبات الذي تشرف عليه جمعية السعادات Greengate هاتان جمعيتان المباركتان ربنا يجعل أعمالهما في إصحاب حسنات المؤسسين والعاملين واجعل هذا يؤيلهم في درجة القرب من الله ربنا يصلح نواياهم ويقصدهم ويزيدهم كذلك أيضا مثل ما يزيدهم توسعا في الأعمال الضارة يزيدهم توسعا في النيات الصالحة المباركة لخدمة الأمة المحمدية نسأل الله تعالى الزيادة من هذه الأعمال الخيرية والتوفيقات الكبيرة إن شاء الله ونسأل الله تعالى لهم التوفيق إن شاء الله والزيادة من هذه الأعمال وأن تكون دائما في دوائر القبول من الله سبحانه وتعالى ونفع الأمة هنيئا لهم هذا التوفيق العظيم وربنا يزيدهم إن شاء الله ويكثر من أمثال هذه المشاريع الخيرية النافعة للأمة المحمدية في الدنيا والآخرة وفضهم الله وزادهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته